ضيفتنا النهاردة راسية وعاقلة، بس هتفضل هادية ولا هتعمل حاجة مش متوقعة؟ طيب ما تيجوا نشوف. مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم انا والمدام. انا والمدام النهاردة معانا عبير وعمر، ومعانا روز لوحدها. الفريقين هيكونوا قدام بعض. طبعا زي ما انتوا عارفين دايما احنا بنحب نعرف مدى التفاهم والثقة بين الازواج. ناس كتير دلوقتي طالع ترند بتقول، بنات كتير بتقول لا انا مش عايزه اتجوز، انا عايزه اعتمد على نفسي، انا عايزه اعيش لوحدي and so on. فحابين نفهم وجهات النظر ونشوف مين فيهم الصح ومين الغلط في الاخر. هنسال اسئله سريعه وهنلعب مع بعض العاب كتير. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته، فاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هتعرف سريعا على ضيوفي. عبير قولي لي انت متجوزه بقالك كام سنه؟ بقالنا سنه. سنه، اوكي. اتجوزتوا حب ولا صالونات؟ لا كان عن حب. قعدتوا تعرفوا بعض قد ايه قبل الجواز؟ حوالي سنه برضه. سنه برضه. شايفه ان سنه يعني فتره كافيه انك تحكمي ان خلاص ده البني ادم اللي انا عايزه اعيش معاه بقيه حياتي؟ لا هي مش فتره كافيه، بس كنا متفاهمين يعني. كنتوا متفاهمين. حلو. روز رافضه الجواز ليه؟ او ليه شايفاها فكره فاشله؟ ليه اتجوز؟ هو السؤال انت ازاي اتجوزتي مثلا، لكن انا رافضه الجواز ده شيء منطقي. ليه شيء منطقي؟ ان يبقى ليكي شيء يعني. انا التجارب اللي انا شفتها في الحياه عامه ليترلي يعني ما بقتش احسن حاجه، والولاد او الرجاله دايما بتخون اكتر يعني، او يعني صعب تديهم الامان ويفضلوا محافظين عليه لفترات طويله. ممكن في الاول شويه اللي هو البدايات بتكون حلوه ولا ايه يعني، اكيد بيبقى في حاجات بتحصل، انت بس عشان لسه في الاول. بدايتكم ما كانتش، حصلت بقى ان انتوا قفشتوا على بعض وبعدين بداتوا تحبوا بعض؟ اكيد كل علاقه فيها مشاكل، حتى الصداقه ذات نفسها فيها مشاكل يعني. هنطلع فاصل ونرجع لكم بسرعه مع فقره الاسئله السريعه، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي فقرة الأسئلة السريعة. هقول كام سؤال واللي هيرد فيكم أسرع هو اللي هتتحسب له البوينت. وبما أننا ثلاث ستات في القعدة، فأنا هسمي فريق عبير وفريق روز. أوكي. تمام؟ النملة ليها كام رجل؟ ستة. بوينت. أوكي. أسرع حيوان في العالم؟ الفهد. لا هي قالت الأول. أوكي. اوكي بوينت. الاخطبوط ليه كام قلب؟ ستة. تلاتة. بوينت. حاجة بتتولد كل شهر؟ طاقة مثلا، باور. نو زيرو. الهلال. ايه ده؟ نهر ما بتجريش فيه مية. خريطة. ده حاجة في يعني عشان بيبقى حاجة ورق صامت. اوكي. انت عندك سرعه بديهه عاليه جدا. عندي ابلكيشن بلعب العاب سرعه البديهه دي كتير قوي، في حاجه كتير دلوقتي كتير حلوه قوي قوي. عدد حروف اللغه الانجليزيه قد ايه؟ 26. الفابيت 26. اوكي خلاص كده روز هي اللي كسبت معانا. تمام. هنطلع فاصل اعزائي المشاهدين، وهنرجع بقى للفقرات الجامده اللي انتوا بتحبوها، فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. لاني الرجاله دول اللي ما بيعرفوش يكذبوا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي فقرة الرجالة ما بيعرفوش يكذبوا اللي الستات بتحبها جدا وأنا شخصيا بحبها. عمرو هيقابل دكتور مؤمن بشار ونعرف إذا كان بيكذب ولا لأ، استنونا. ده جهاز كشف الكذب، بنسأل الضيف سؤالين أو على حسب يعني، لو جاوب صح بينور اخضر، لو جاوب غلط بينور احمر. جاهز؟ جاهز. بتحب مراتك؟ اكيد.
خنتها قبل كده؟ لا. اخر مره اتخانقتوا واجهتها ولا هربت؟ لا واجهتها. اكتر حاجه بتبقى انت مفضلها يعني في السفر وانت مسافر كده سفريه فيها شغل طويل، انك تاخدها معاك ولا تبقى لوحدك؟ لا ابقى لوحدي. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. المدام لابسه شوز لونها ايه؟ اسود. طيب ممكن تتجوز على مراتك؟ لا. طب انت متجوز على مراتك؟ اكيد لا. انا خلصت، تقدر ترجع مكانك وشكرا. اتفضل. خلصت فقرة الرجالة ما يعرفوش يكذبوا، وللأسف الشديد الجهاز كذب عمرو، وكده روز هي اللي كذبت معانا لغاية دلوقتي، هي اللي كسبانة الفقرتين. الفقرة الثالثة عندنا هو كارت البانش، ممكن تستخدمه. أكيد أنت ماضي إقرار صح؟ مظبوط. الفقرة دي اسمها بتخاف ولا لا؟ اكيد بيخاف من مراته. اتليست بتخاف من مراتك؟ لا مش بخاف يعني. بتحترمها؟ بالظبط. اوكي بتخاف. ايه اكتر حاجه بتخاف منها؟ ان انا افقد حد بحبه مثلا. مراتك؟ بتخاف من مراتك؟ لا لا ما بخافش من شخص، يعني شخص مش هخاف منه. اوكي طيب معاكي الباسورد بتاعت موبايله؟ لا. بيسيب موبايله وانتوا قاعدين مقلوب ولا؟ لا لا عادي. بيعملوا سايلنت كتير؟ لا. بيدخل التويليت مثلا يتكلم بيتوشوش؟ لا. اوكي تمام. طيب يعني انت مش خايف من حاجه؟ لا بخاف من ايه. طيب دلوقتي هو انتوا الاثنين هادين قوي كده يعني في البيت؟ انتوا الاثنين هادين كده؟ لا دي حياتكم تبقى صعبه قوي. هدوء، انا ما اقدرش اعيش كده. طيب بجد انا ممكن مستحيل اتجوز راجل، يعني انا خايفه منكم انتوا، يعني انا لوحدي وحاسه ان تمام كده وفكه انت. طيب لا لا عادي. ليه عاملين كده مالكم؟ احنا دلوقتي بس نوعيه الاسئله بالنسبه لي محتاجين. انت جميل والله. عندك مشكله تدينا الموبايل؟ خايف من حاجه؟ لا. اوكي استاذنكم يا جماعه، حد من الكرو بس يجي ياخد تليفون عمرو. يلا يا جماعه طلعوا لنا اول صوره. احنا مش قادره اصدق الاسف، هي مش حابه بعض قوي. ايه ده؟ شبه دي اختك؟ دي اخته؟ لا. مين دي؟ اسمها ايه؟ طيب دي صديقه العيله يعني او ثقه طلعت محلها بصراحه؟ ثواني بس. هو جاب الحاجه دي منين؟ مين دي يا عبير؟ انا بساله مين دي اصلا؟ مين دي؟ هي الصوره دي؟ لا مش عارف. هما في الكنترول روم بيقولوا لي ان الصوره دي من على الواتساب، في كونفرزيشن برقم مش متسجل تمام، والكونفرزيشن دي فيها حوالي صورتين او ثلاثه بس، هما مش هيقدروا يعرضوا اكتر من صورتين بس، ده المسموح بيهم بالعرض عشان الصورتين التانيين مش هينفع يطلعوا هوا. ممكن يكون كان متجوز قبلها طبيعي. وفي فويسز. الكونفرسيشن اصلا كانت امتى يعني؟ من شهر. انت كنت متجوز قبل كده؟ من شهر انت كنت سايبين بعض او متخانقين او حاجه؟ كنتوا متخانقين او كان مسافر او حاجه؟ كان مسافر من قريب. كان مسافر. كان مسافر فين؟ كان مسافر بيروت. اوكي بيروت. وبنات طيب. بيروت بس هي كده فين في بيروت يعني؟ عندي منطقه. طب يا جماعه افتحوا لنا الفويسز كده، افتحوا لنا الفويسز بعد اذنكم. انا كده الموضوع خد اتجاه غير البرنامج خالص. لا يا جماعه ما ينفعش تطلعوا في التليفون. يبقى انا كنت صح لما ما رضيتش اثق في راجل. في 300,000 جنيه. ركز ركز يا عبير. لا مش مهم يعني، بس ما ينفعش حد يلعب في تليفوني كده.
نعم شو دي جت منين؟ انت كتبت اقرار وقلت ان انت مش خايف ووافقت ان او على فكره الكونفرسيشن دي كمان يعني ايوه مش حد يفتح الكلام ده هيدن انت ماسك الان بره وانت بتدي الاقرار يعني بقى لها شهر ازاي مستوى مين دي اصلا ما اعرفش صوت دي مش يا حبيبي ايه ده؟ هو انت برضو ساكت؟ انا اسفه رد بس ايه ده يعني اصلا؟ انا اسفه يا جماعه ما ينفعش الكلام ده على الهوا مين اللي مطلع الكلام ده؟ فين الاعداد؟ بعد اذنكم يا جماعه طلعوني فاصل هو انا كده المفروض إيه اخرج؟ فين الاعداد؟ ايه ده رد عليا؟ الفويس دي مفيش ما اعرفش ازاي لعب في التليفون كده يعني ايه هو ايه المشكله في لعب التليفون ولا المشكله في الفويسز نفسها؟ طبعا انا متجوز يعني انت متجوز؟ ما قلتليش ليه؟ اقول لك ازاي يعني انت متجوز؟ اقول لك ازاي؟ كنت متجوز ازاي من غير ما تقول لي او ترجع لي يعني؟ ازاي يعني ده حصل امتى اصلا؟ خلاص ما ينفعش ده حصل امتى اصلا؟ من ساعة ما كنت مسافر وتعرفها منين اصلا او مين دي عموما يعني؟ عرفتها هناك هناك فين انت رحت سافرت يعني 10 ايام هم في ال 10 ايام اللي اتجوزت هناك؟ طب انا عايزه امشي يلا نمشي ماشي واتكلم ايه دي اصلا عايزه اعرف ايه ده يعني انا عايزه افهم ايه ده يعني ازاي تعمل كده خلاص ما تفهمش كل حاجه ماشي وازاي اصلا تعمل حاجه زي كده من غير ما ترجع لي او من غير ما ترجع لي البيت ارجع لك ازاي يعني تقول لي خلاص كل حاجه تعرف وايه اللي انا قصرت معاك عشان تروح تتجوز دي اصلا ايه دي انت مش شايف الشكل اصلا يعني مش شايف نظرك ضعيف اوكي انا عايزه امشي ممكن امشي ولا في مشكله حد يفكر لي ده بس خلص ونمشي بقى انا اوريدي عايزه امشي دلوقتي عبير انا اسفه جدا مش حابه ابدا انه يعني صدقيني ده احنا بنهزر وبنلعب انا شخصيا بعتذر لك يعني بشكل شخصي ما كنتش متخيله ابدا لان هو كمان كتب اقرار وواثق وبقال اوكي يعني ف الموضوع ماشي في اتجاه تاني غصب عني احنا مش بتوع فضايح والكلام ده بس استاذنك بس احنا على الهوا فيعني هنخلص الحلقه سريعا تمام انا مش عايزه اكمل الحلقه انا عايزه امشي طيب في 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 دلوقتي بس مداخله طب خلاص افهمني عشان مداخله على الهوا افهمي ازاي افهمي واحد متجوز اصلا يعني افهمي انت اصلا متجوزه في لبنان لا طبعا انت كنت قايلها انت مسافر في شغل لا انا ما اعرفش ازاي فتحت الواتساب اصلا بتاعي يعني انت كنت مسافر بقى بتعمل ايه انا عندي شغل ده الشغل بجد انت مستفز قوي وبجح انت بجح بجد بجد مش دعوه حضرتك خالص يعني ايه يعني ايه دعوه حرام عليك والله بتتكلم صح ده فعلا ده الشغل انت راكبه احنا لينا بيتنا بنتكلم فيه بيت اللي بيتكلم فيه اللي انت بتعمله ده لا خلاص انا هظبطها عادي بس لو سمحت شيل الصور ما حدش من حقه يفتح خالص هو مفيش بيت اصلا هروح معاك فيه احنا اصلا ممكن انا ممكن اقوم لك محامي على انا على يعني نفقتي الشخصيه لو فرحان قوي كده قول لي جامعه دي اصلا موجودين يعني اما اروح لبيتي احلها ربنا لبيت بيجامه ستان هو انت فاهم انت مدرك انت بتعمل ايه انت تمام انت بتشرب حاجه بتشرب ايه ايوه مش حاجه غلط انا متجوز ايه المشكله ايه متجوز يعني ما عملتش مشكله حتى اختار طيب اختار كويس المره الجايه ايه البجاحه دي بجد طب ليه طب هي اثرت معاك في عشان تعمل كده لسه كمان هتعمل كده تاني لسه فيها مره ثانيه مش عارف هي اثرت معاك في ايه انا منك بجد حرام عليك والله دي كيوت ولطيفه جدا ومهذبه شكلها بتحبك يعني ازاي تعمل معاك كده هي اثرت في ايه هي حتى لو ما اثرتش على فكره انت عادي قول لها احنا مش هينفع نكمل مع بعض وروح اتجوز بالظبط بعدين من اول يوم احنا صورها مع بعض ايه اللي حصل عشان تعمل كده اصلا
ومين دي اصلا عشان تعمل كده؟ يعني ايه اللي حصل في العشر ايام؟ يعني تعرفها من امتى اصلا؟ بعدين انا عايزه افهم حاجه، بيروت ايه دي؟ تعرفها من بيروت؟ انهي بيروت بقى؟ لا انت كنت واخدها وطالع بيها بيروت، ده انت مش لبنانيه. ما ترد، هو انت في حاجه لسانك؟ خلاص يعني الموضوع يخصني يا جماعه، خلاص تتكلموا معايا فيه. طيب هي يخصها هي تتكلم معايا. هو فعلا الموضوع يخصك، مش عايز ترد. هرد عليكي في البيت. حرام عليك، انت مستني ايه بجد عشان تتكلم في البيت؟ انت لازم تاخدي موقف في البيت اصلا. خلاص كلمي الرقم ده. لا ما تسيبلوش البيت، ده بيتك. كلمي الرقم ده وردي عليه شوفي مين كده. لا هو اللي يسيب البيت. كلموها بجد والله، كلموها. لا ايه كلموها ليه؟ انا عايزه اعرف علاقتك ده جواز عرفي ولا رسمي، ولا جواز بقى اللي هو الناس اللي بتتجوزوا يوم ويومين وبيحللوا نفسهم والحاجات دي. هيفرق معاكم في حاجه يا جماعه؟ طب يا جماعه ممكن نتصل بالرقم، ممكن نتصل بالرقم اللي عليه. والله العظيم انت بجح بجاحه، والله العظيم ما شفت كده. الموضوع ما يخصش حضرتك خالص. انا ما شفتش كده. الموضوع ده ما يخصش حضرتك بجد خالص. لا قاعد بجد متماسك ولطيف قوي كاني حاجه حصلت. انا متجوزه. حضرتك يا فندم، ممكن نتكلم في البيت بعد اذنك؟ مش هينفع نتكلم في برنامج ويتصلوا بالشخص. يعني مش هينفع البرنامج ده. انا كده يعني ما ينفعش، انا ممكن انسحب من البرنامج ده. تنسحب منين؟ بعد ايه؟ بعد خلاص الموضوع ما يخصكوش، الموضوع شخصي يا جماعه. طيب معانا كلموني الرقم احسن. اوكي معانا اتواصلتوا. الو ايوه الو ايوه نعم. ازاي تعرفت الصوره دي من غير ما تاخد الموبايل؟ خلاص لازم تقول لها بقى كده. ايوه مش هقولها على الهواء في البرنامج يعني. انت بجحة، انت معانا على الخط ولا يا فندم؟ بجد اشتميها. اسمعي، ما اعرفش اشتم. الكنترول قطع، واضح ان هي كانت داخله تشتم بقى. و بجد ايه اللي منتهى؟ عشان هي زعلانه. طب تحبي انت تصلحها مع بعض خمس دقايق؟ طيب لا انا عايزه امشي، عايزين نخلص. طيب انا امشي، هجيب لك الموبايل بس هسيبكم مع بعض. تعالي اسمك ايه؟ معلش انا اسفه، انا عمري في حياتي ما اتحط في الموقف ده. تعالي معايا هسيبكم بس مع بعض ثلاث دقائق بالظبط مده الاعلانات، وهرجع تاني هقفل الحلقه وهجيب لك الموبايل وهنمشي. اوكي عشان انت ما تتكلمش في الموضوع ده خلاص اما اروح البيت. لا 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 مروح بعد اذنك. هيفرق معاكي في حاجه دلوقتي؟ خلاص هيفرق معاكي بعد الفضيحه دي؟ لا مش هيفرق. لا هيفرق. لا مش هيفرق. رد عليا بقى. مش هيفرق دلوقتي خلاص، ما انا كان في البيت. خلاص ما انا كان في البيت، انا مش هقعد اتكلم دلوقتي في موضوع يخص. خلاص كلمي في التليفون. يا سلام. أيوه. لا مش هتكلم خالص، هنتكلم هنا عشان بعد كده الكلام. لا مش هتكلم انا هنا قدام الناس. لا لا طبعا. لا طبعا هنتكلم هنا. انا عايز اعرف انت. لا لا خلاص هنتكلم بعدين. لا لا مش هينفع دلوقتي. يعني ايه الموضوع ما يخصش حد؟ انت خليتي حد قاعد مع واحده ما اعرفهاش قاعده تقول لي انت عملت ده؟ مش انا. ايوه هم ازاي اصلا يطلعوا حاجات من تليفوني بالشكل ده؟ هو مين اللي اداهم التليفون؟ يعني انا برضه همسك تليفون. انا همسك بقى في موضوع مين اللي اداهم التليفون؟ مفيش اي حاجه خالص كده. خلاص هو ده اخرتها. خلاص ممكن نقفل الموضوع ده دلوقتي ونتكلم بعدين. اوكي ماشي. يا ريت هو عشان الموضوع ما يخصكيش. ايش حضرتك ما تتكلميش فيه خالص بعد اذنك؟ لا انت ما تزعليش تاني. انا مش بزعل، بقول لحضرتك الموضوع ما يخصكيش. هو انت الراجل اللي بجد بجح. حضرتك بتهاجميني طول الوقت. خلاص ما حضرتك ما يخصكيش الموضوع. انا ما يخصكيش الموضوع، انا ما كنتش حضرتك يعني. انت عشان متجوز واحده بنت ناس. وانت اصلا تقدر تخوني ده؟ انا قتلك. انت عمال تتكلم كمان كانك انت مش غلطان. لا انا مش غلطان في اي واحده فيهم. انت بس مشكلتك ان انا غلطان قدام الله العظيم. عارف لو هي واحده، عارف لو انا، انا كنت وريتك. انت عارفه ربنا بيحبك عشان هو اتفضح قدام العالم كله. بجد مش مصدقه. وبصي حضرتك ايه ازاي عاديه ومحترمه يا جماعه؟ انا عايز امشي لو سمحتوا. ممكن تشيلوا الصوره دي بعد اذنكم؟ مراتك بطريقه وحشه. طيب ممكن بعد اذنكم تشيلوا الصوره دي وممكن نمشي بعد اذنكم؟ هو مبسوط اتجوز وما عندوش مشكله خالص. ممكن امشي بعد اذنكم؟ يا اخي اتقي الله، اتقي الله. انا كان نفسي والله اشيل الصوره لولا ان احنا في مقلب، بس فمش عارف اشيلها، مش عارفه هنعمل ايه يعني. يعني انا مش عارفه انت امتى كنت ممكن تعملي اي رد فعل مع الراجل ده؟ هو كده وانت 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 اصلا بقى يعني ايه قربت تشكي فينا منك؟ مفيش كده. مقلب ايه ده؟ مقلب ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ مقلب ايه؟ مقلوبه ايه؟ مقلوبه اصلا مش عاجبه. بجد بتهزروا؟ والله بنتكلم بجد دلوقتي، بنتكلم بجد. قبل كده كنا بنهزر. شوفك بيحبك انا و... هيعمل ال... مش هيعمل خطوه دلوقتي، هيعملها بقى دلوقتي. لا دي شغالتنا في الاخر، بعدين احنا كنا عايزين ناخد التيك فيها قبل كده. كنا زي فاهمه؟
بالاخر اول يا بنت ما تعيطي انت عماله ابص لك انا مش لاقيه عشان تعكسني يعني ما حسيتيش من اي حاجه لا والله خالص فرعون قاعد ايه بجد ده مقلب اصلا هزر معانا خلاص اتفضحت بقى الناس دي اخباركم ايه تمام ده مقلب وهيتعرض في رمضان ان شاء الله لازم تاخدي موافقه مسامحانا الاول اه اوكي طيب بصي بقى للكاميرا وقولي ان انت موافقه على اذاعه الحلقه موافقه على اذاعه الحلقه انت بقى بصي للكاميرا وقولي انا مش موافقه على اذاعه الحلقه مش موافقه